بطبيعه الحال المقابله ما غتكون سهله، فمنتخب ديال رواندا كما كيعرف الجميع انه تعادل في المقابله الاولى، فهي المقابله غتكون صعبه، فاحنا بشكل محضرين لها بشكل جيد. نتمنى ان شاء الله اننا نكونوا في كامل التركيز ديالنا في مقابله الغد، فبطبيعه الحال الانتصار غيعطينا واحد الدفعه معنويه كبيره وغيعطينا التاهل في المقابله الثانيه، فنتمنى ان شاء الله ان نكونوا مستعدين لهذه المقابله بشكل جيد، فلا مجال غير 3 نقاط ان شاء الله باش تخول لنا التاهل ولعبوا على المركز الاول ان شاء الله باش نبقاو ندخلوا في الميدان ديالنا ان شاء الله.